367 طالباً وطالبة من مختلف المحافظات انطلقت اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستمثل سوريا في مسابقات الأولمبياد الدولية والعالمية باختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية. صرنا فترة كتير طويلة عم نشتغل تقريباً من آخر الشهر العاشر بلشنا نحضر لهالمنافسة. تعلمنا كتير شغلات فيها. أول شيء نحنا تقريباً ختمنا المادة من هلأ لشيء 3 سنين لقدام. تاني شيء علمنا نفكر بطريقة غير الطريقة اللي نتعلم فيها بالمدرسة، إنه نحفظ بصم. يعني الأولمبياد بيعتمد كتير على التفكير خارج الصندوق وعلى المخ التحليلي. الأسئلة كانت سهلة نوعاً ما، في كم سؤال صعب للمتميزين لانتقاء الأفضل يعني، والبقية تتنوع بين المتوسط والسهل. بحب الفيزياء وبتمنى أكون يعني أصل لمراحل عالية ومستويات عالية وشارك بالأولمبياد العالمي. هلا معتبريني هالسنة أنا أولمبياد معلوماتية وأولمبياد الرياضيات، أول طالب بيدخل اختصاصين أول مرة بتصير. صراحة الأسئلة كانت كتير حلوة، منا السهل منا الصعب، وعملت اللي فيه وإن شاء الله أكون عملت الكافي. كانت الأسئلة أنا بعدها صعبة يعني، تقريبا هي كانت 12 مسألة، بالعادة بيجوا 3 مسائل. ان شاء الله بننجح بنرفع اسم سوريا عاليا. انا من 2017-18 شاركت، هلا يعني خلص دوري كطالب، صار دوري كمدرب. انا شاركت كطالب باولمبيادين دوليين بالعلم الاحياء وحصلت على ميداليتين برونزيتين. شاركوا بالاولمبياد العلمي السوري لانه عن جد يعني فرصه ما بتتعوض. شعور كتير حلو لما تحسي انه انت عم تقدري تساعدي شخص، انه انت وقت كنتي بقدو كنت بتتمني تلاقي هي المساعده، وان شاء الله نكون عم نحقق بالقدر ممكن من المساعدة والفائدة لهم. نحن المسؤولين عن موضوع وضع الأسئلة وموضوع تدريب الطلاب وتحضيرهم من أجل كمستوى إنه ينافسوا طلاب الأولمبياد العالمي. معاييرنا هي المعايير العالمية نفسها، وحتى المحاور اللي بنستخدمها نحن بعلم الأحياء هي نفس المحاور العلمية العالمية المتبعة المعتمدة. وعنا كلجنة علمية فينا نقول يعني نخبة الزملاء الباحثين والدكاترة اللي بتغطي هالاختصاصات بشكل جيد، لا تطرح هذه المحاور كمعلومات بس لمجرد الحفظ أو معلومات نظرية، وإنما لازم الطالب يقدر يستخدم ذهنه من خلال المعلومات الأساسية اللي عنده، يعرف شلون يجاوب على سؤال استنتاجي أو سؤال ذكائي. بالأولمبياد هي أسئلة تعتمد على مهارات الذكاء، مهارات الاستنتاج، مهارات التفكير، مهما كان الاختصاص لا يعني ما بيختلف، وهذا الشيء اللي مركز عليه بالاختبارات. انا بتفائل انه هالسنه بركي بينعكس هالشيء هذا كلياته على الهدف الاساسي تبعنا اللي هو تحصيل نتائج عالميه.